شلونك؟ زين. ايوه فايدك تفضلي طلبتي. شو تريد؟ عندك طلبة؟ اي أيوة والله، انت مو شيخ عشيرة؟ ها؟ انت مو شيخ عشيرة؟ انا شنو؟ شيخ عشيرة؟ ها امر، صدقت كذي، شنو طلبتك؟ طلبتي يا سيوف يا حبيبي. ايه. انا احب لي وحدة. زين. ها؟ ايه. اي ابوها اريد انطيها لابن عمها. زين، ناهي عليها يعني لو هيك عناد بيك. شلون؟ هو يريدها. زين. من زمان. اي والله. زين. بس انا احب من خلال برنامجك بس اقول لها شعر حتى اثبت لي اثبت لها حبي. يلا خلي اثبت لها حبه ويدك على الاقسام اخوان. اي. من اربي راح ادز لك اياه ركض. يلا روح. اي والله. روح. راح اقول لها احبك احبك مو لان انت حلوه لا. وياي وياك وياك لا جماعة الشعر اقول لكم ايه اوكي إيه؟ دقيقة سيوف نعيد سيوفي. نعيد يلا نعيد يلا احبك مو لان انت حلو لا صار احبك ايه لان روحي تعلقت قبلي ولك بيك ايه اذا انت تمر على الاعمى يصيح الله والاخرس لو حاجيته يحاجيك ايك اذب روحي على سهمك اخوان المجروح ايه اقول لك دير بالك على كيفك خاف اذيك ايك اجرحني ولك بس كون عالكيف ايف لان انت ويا دمي وخايف ابديك ديك اجرحني ولك بس كون ما موت حتى مني تهموك ابريك ايك على مراية وقفت ما شفت وجهي شفت وجهك طلع لي وقمت احاكيك ايك انت بحضني بس اعتبرك بعيد ايدك اريد انهيج كون انخبط بيك ايك بيا شارع مشيت قبالي القاك ادور بغير شارع الاقيك جيك. ارد للبيت قبلي القاك بالباب اطب قبلي وتطب وتقول لي اتانيك قال الليله كل لهم باكر راح انساك افز من غبشة الله واحكي بس بيك عبالي خلصت والله ايه لا بعد يلا كمل بغيرك فكرت قلت حتى انساك طلع غيرك شبك وفكرت بيك حبيبي طلع غيرك شبك وفكرت بيك صح لسانك زين سؤال اشكرك صح خدمك سؤال انت ما عندك تواصل وياها؟ شلون؟ ما عندك تواصل وياها يعني انقطعت العلاقه؟ لا يعني مو هواي مو هواي انت ايست هسه ايست زين راح اوجه رساله لابوها يلا ان شاء الله ابوها يطلع يتابع البرنامج ان شاء الله يعني من خلال شعر ها هم شعر اخوان اس اي نعم شعر يلا تفضل هي بكيفكم تردون تطوها والله ما ادري ايه سالفه العشق لا تبدي سدوها ايه ما كبرت ببلاش والكل نخل فلاح عقب ما رطبت تردون تحوها والله ما ادري اسال اخواتها لو منها رادن شي اذا مو بيا تحلف ما يصدقوها صح يقول هل اخبات وقفوا حرس يم العين اخافا بيا تحلم ما يخلوها ايه وصل بيها الترف تروي عبالك ماي اذا رادوا تسقي القاع يجفوها اذا رادوا تسقي القاع يجفوها سلامتك